اهلا بيكم، انا ماجد مكرم ومعايا جميلة المساعدة بتاعتي. هنلعب النهاردة لعبة تانية مختلفة خالص. هنلعب لعبة اسمها الحكاية. اللعبة دي بتعتمد على فكرة الابداع. كل واحد فينا هيقول جملة من الحكاية، احنا مش عارفين الحكاية احنا بنألفها دلوقتي. انا هقول جملة وجميلة هتقول جملة، نقدر نلعب اللعبة دي في اي عدد متاح، واللعبة دي ينفع يلعبها كل الاعمار. اللعبة دي بتعتمد على الخيال والابداع. سيب المراحل خيال. ازيك يا جميلة؟ الحمد لله. جاهزة؟ جاهزة. يلا بينا. كان في زمان ولد بيعرج على رجليه، فجابوا له عكازة. العكازة دي كانت مقطوعة من شجرة، الشجرة دي كانت بتعرف تتكلم. العكازة اتكلمت معاه وما فهمش حاجة من العكازة بتقول، فقرر انه يدور على حد يترجم له كلام العكازة. بس برضه الناس كلها ما عرفوش يترجموا له كلام العكازة. هو كان محتار جدا وكان متضايق وقعد وقت طويل قوي يحاول يقول للعكازة اتكلمي باللغة بتاعتي، اتكلمي باللغة بتاعتي. فجابوا له عكازة تانية. وهو كان متضايق قوي عشان العكازة التانية دي مش بتتكلم زي عكازته الأولانية، حتى لو هو مش فاهمها. ده شكل صغير قوي للعبة الحكاية. ممكن اللعبة دي تتلعب بعدد كبير وتطلع أفكار أحلى وأجمل بكتير.